السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الجزائر العاصمة لنقف على المصعد الميكانيكي الذي تم افتتاحه مؤخرا على مستوى وسط مدينة الجزائر العاصمة على مستوى شارع محمد الخامس. إذن وهذا المصعد اللي كان يعني في حجز الخدمة لمدة والآن تم تحديثه ووضعه في حيز الخدمة في الآونة الأخيرة. خليكم تتابعوا الصور هذه حول هذا المصعد الميكانيكي اللي تم افتتاحه مؤخرا بولاية الجزائر بمدينة الجزائر العاصمة. والسلام عليكم.